هلا الفن هو لون الحياة اللي أنا عايشة مشانه بصراحة. يعني الشام. الشام هلا أشعر بدني. إن اشتقت لجارة القمر يوما وكنت من سكان دمشق القديمة، اتخذ من قلبك ورائحة القهوة وكلمات أغنيتها دليلا. ابدأ رحلتك متجها نحو أحد أزقتها العتيقة، تحديدا شارع الأمين. ستصادف جدرانا مزينة برسومات ملونة بمستويات لون السماء، وبابا زجاجيا يختبئ خلفه الكثير الكثير من التفاصيل الفيروزية خلقتها الفنانة التشكيلية فايزة الحربي، التي راكمت عشقها للسيدة على مرور أعوام طويلة ومزجتها مع ألوان شغفها بالفن، لترتب بالنهاية لكل زائر لمرسمها موعدا مع فيروز. فيروز بتعني لي كثير، يعني أول ما تشعلي الراديو فإنه تطلع لك فيروز فورا. راحوا على المدارس، يعني بالمراحل الاولى اللي فيك تقولي تحضيري، انا جبت ولدين بسنه واحده بنتين، فكانوا بنفس المرحله يعني حضانه وتحضيري. لما نرجع على البيت نحن كان عندنا حصه رسم يوميا يعني، وهن حبوا هون هي الفكره، ومن هون انا بلشت ارجع للفن، يعني بلشت ارجع للفن عن طريق اللي هن اطفالي. هلا مو بس الشباب تأثروا بموضوع فيروز وسماعهم لفيروز من أصدقائي أو أصدقاء أولادي، حتى طلابي من كتر ما بيسمعوه وبنحكي عنه، حتى أحياناً خلال نشاط فسر لهم شو يعني عم تحكي، يعني شو بتحكي هي. في عندي بنوتة من البنات يعني حتى تشوفي قديش تأثروا، وهي عمرها 4 سنين، والدتها إجت قالت لي إنه كتير حبوا إني أنا عم سمعهم فيروز، إنه طلعتهم عن جو الأغاني الصاخبة والضجة، إنه هذا الجيل أنا